السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب معرض كريم للأدوات المنزلية. مجموعة من الكريستال كلها أحلى من بعضها. الكاس ده كريستال تشيك بوهيمي الخيط داخلي، موجود منه البلاتين وموجود منه الذهبي، يعني عايزة جولد موجود عايزة بلاتين موجود. شغل الكنار بتاعه بالبلاتين البارز حاجة كده من الآخر. الطقم بيكون 6 قطع، فعلا كده حاجة تنور جوه نيشتك أو دلاب فضياتك، تحفة من تحف قطع كريستال التشيكية. وعلى ما أعتقد أن التصوير واضح، الختم الداخلي من تحت أو في الكاس حاولت أن أنا أجيبه. وطبعا كريستال تشيكي بوهيمي، ونسبة الكريستال فيه 24%. شايفين الكنار؟ على ما أعتقد الدهب برضو بارز في الكنار، باين شغل روعة من الآخر. تحترى اظن تاخد الذهبي ولا الفضي، الاتنين تحفة. لو خدت الاتنين برضه هيعملوا ميكس حلو جدا. وان الطقم بيكون 6 قطع. تفاصيل الكاس ظاهرة جدا في التصوير. ندخل بقى على حاجة تانية كمان حبيت اصورها لكم عشان برضه تشوفوها. ده على فكرة البلاتين، قبل ما نخلص الشكل بتاعه، ده شغل البلاتين اللي احنا اتكلمنا عليه. حاولت ان انا اصوره بوضوح اكتر عشان يظهر ليكم اكتر. بسم الله ما شاء الله. نشوف بقى كمان منتج من ضمن منتجات الكريستال حبيت برضو ان انا اصور لكم. طقم الشربات اللي احنا شايفينه ده قطعة تشيكية فنية بجد. كريستال تشيكي بوهيمي، شغل اصلي، شغل الدهب بارز عليه. حتى الكاس بومبي، من الكاس اللي بيبقى صغير بومبي، حاجة مميزة ومختلفة عن اي موديل تاني. كل قطعة فيه مختومة قدامنا اهي بوهيمي، زائد الاستيكرات اللي بتكون على الطقم ان هي كريستال تشيكي بوهيمي. حتى الغطاء بتاع القارورة نحس ان هو قطعة بلورية من الكريستال. قارورة ذات نفسها شغل مختلف خالص خالص خالص. طبعا الطقم بيكون عبارة عن قارورة بالجمال اللي احنا شايفينه ده بالغطا، زائد 6 كاس. شايفينها؟ بحاول بقدر الامكان اجيب شكلها داير ما يدور علشان تقدروا تحكموا عليها كده بعينيكم اكنها في ايديكم بالظبط. بسم الله ما شاء الله. نخش بقى على حاجة تانية كمان. ده طبق جاتو من طقم شاي وجاتو كريستال، وبرضه هنا هو مختوم بوهيمي. الطقم الجاتو والشاي بيكون 24 قطعة، عبارة عن 7 اطباق جاتو و17 قطعة من الشاي. دي لبنيته السكرية بالغطا. ده الطقم عامة مع بعضه. ده طبق الفنجان بيكون 6 قطع. ونشوف تفاصيل الطقم مع بعض برضو عشان نفهمه قطع قطع. ده الفنجان بيكون 6 قطع. طبعا التصوير من داخل معرض كريم. قدامنا هو شكل الفنجان، اخد دهب الفنجان، اخد دهب بارز من على الكنار بتاعه. تحت الدهب هنلاقي باقي الفنجان على شغل ليزر بارز برضو اهون. وقلنا عدد الفناجين داخل الطقم بيكون 6 قطع. بسم الله ما شاء الله. وقلنا كل قطعة مختومة معانا. ده الطبق بتاع الفنجان بيكون برضو 6 قطع. والدهب على الكنار بتاع الطبق بارز، دهب بارز حاجة رقيقة لأبعد الحدود. ده البراد، الدهب على البراد من فوق، شغل مغري ملفت. اتحط جوه دلاب الفضيات، اتحط جوه النيش، هيلفت العين جدا لأنه قيم ويستاهل. دي السكرية بيكون معاها الغطا بتاعها، حاول اوضحها لكم. وبرضو مختومة، استكارتنا محطوطة اهي. اللبنية يعني طقم شاي وجاتو 24 قطعة، كل قطعة فيه تحفة تحفة تشيكية بوهيمي، كله كريستال شيك بوهيمي. ده طبق الجاتو زي ما احنا قلنا قبل كده، وقلنا الجاتو 7 قطع والشاي 17 قطعة، يعني 24 قطعة شاي وجاتو. نخش بقى على طقم البلاتين.
مع الذهب. ده كاس كريستال تقيل، كريستال مخدوم صح، شغل كده نادر، حلو قوي، عليه شغل ليزر بارز، والكنار بتاعه تحفة بجد. حافة الكاس بتبقى بالذهب مخطوم، ونسبة الكريستال 24، وطبعا الشغل ده كريستال تشيكي بوهيمي اهون، والطقم بيكون 6 قطع. معانا كمان طقم الكوبايات، ده بيكون 6 شوب للمية، ومعانا جوه الطقم هدية 6 كوباية عصير. طقم كده حاجة كده من الروائع بجد، كريستال تقيل خامته روعة، والكنار بتاع الكوباية من فوق اخد بلاتين، شغلة حلوة اوي اوي بجد. ده بقى طقم الشاي، عنقود العنب لونه كده مميز حلو قوي، وطقم الشاي ده بيكون 17 قطعة. ورقة عنقود العنب كلها شغل دهب بارز، اللون بتاعه تحس ان اللون الاحمر العنابي، لونه عنابي كده ما بين الاحمر البرنجاني كده يعني. طبعا الفنجان بيكون 6 قطع، وده طبق الفنجان بيكون 6 قطع كمان معانا، بسم الله ما شاء الله. كان معانا لبانية وسكرية بس انا ما طلعتهمش من الطبق مع البراد، يعني 17 قطع. ده شكل الفنجان بالطبق، البراد حاجة كده من الآخر، طقمه مميز ومختلف عن أي حاجة تانية. ده شكل الطبق بتاع الفنجان. نخش بقى على طقم الخشاف، ده طقم خشاف بالبلاتين، بيكون عبارة عن 7 قطع. البولة الكبيرة دي بيكون قطعة، لو خدنا بالنا البلاتين اللي فوق ده بلاتين بارز مش مسح، لا ده بارز، وتحته كمان شغل ليزر بارز اللي هو النقشات اللي فيها دي من نفس لون الكريستال، وطبعا الشغل كريستال تشيكي بوهيمي. دي البولة الأصغر بيكون 6 قطع، يبقى إجمال الطقم 7 قطع. شايفين الجمال؟ اللهم بارك، كده حاجة وهم من الآخر. نخش بقى على ايه، على طقم كوبايات تحف فنية. الطقم ده لعشاق البلاتين، كنار من البلاتين، شغل اللي عليه ده كله شغل ليزر بارز، حتى كعب الكوباية كلها شغل بلاتين. الكعب اخد عوجة كده من تحت يعني كشكل ورسمة، فعطيله ميزة حلوة جدا. الطقم بيكون عبارة عن 6 شوب زي ما احنا شايفين كده، ومعاه داخل الطقم 6 كوباية عصير هدية، بيكون حجمها اصغر من الشوب، الشوب للمية والاصغر بيكون للعصير، يعني اجمال الطقم 12 قطعة. نادر اصلا كمان لما بينزل الطقم. ده بيكون 6 قطع زي ما احنا قلنا داخل الطقم، يعني كل مقاس 6 قطع، يبقى اجمال الطقم 12 قطعة. شايفين؟ بحاول ان انا اظهر لكم الكوباية من تحت، هنلاقي عليها شغل بلاتين مخدومة صح من الاخر. يعني ندخل بقى على الإدارة كلها، وهو طقم الخشاف الميرانو. ودايما انا بقول ان الميرانو للشغل راقي، ما ياخدوش الا اللي عايز حاجة مميزة فعلا. ده طقم بلاتين، هو لونه موف، واخد الشغل البلاتين. طقم الخشاف بيكون 7 قطع، ميرانو ايطالي كريستال، دي بتكون 6 قطع في الطقم. حتى ايد البولة او ايد الكاسة بتاعت الخشاف كلها بلاتين، اخد شغل بلاتين كتير يعني مخدوم حلو قوي. طبعا الاستيكرات بتاعته كريستال ميد ان ايطالي 24% ومخدوم ميرانو. شايفين شغل البلاتين من فوق الكاس ومن تحت على الايد، يعني حاجة بجد تحفة تحفة تحفة. والبولة الكبيرة بتكون واحدة، يعني اجمالي عدد الطقم 7 قطع. الجمال بتاعه بسم الله ما شاء الله. موجود منه كمان لون تاني هوريه لكم. احنا كده استعرضنا البلاتين، هنستعرض اللي بالذهب. ده بقى اللون ده بالذهب،
ايد الكاسة نلاقيها بالذهب، الشغل من ذهب من فوق مع طبعا الوردة البارزة، كل الحاجات دي شغل كريستال ايطالي مختوم ميرانو، طقم 7 قطع، اللون ده فامي. شايفين الذهب مع الوردة البارزة قد ايه؟ شايفين الذهب قد ايه متكلف؟ كتير يعني، بجد طقم فخم جدا ومتكلف، صح؟ يعني انت عايزة البلاتين موجود، عايزة الذهبي موجود، حسب طبعا ذوقك في الاختيار. وكل قطعة معانا بتكون مختومة زي ما احنا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، تحفة. ده بيكون 6 قطع، والبولة الكبيرة دي بيكون قطعة، يعني اجمالي الطقم 7 قطع كريستال ايطالي، كل الشغل اللي عليه بارز، بجد رهيب لأبعد الحدود، طقم فخم جدا 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 كمان، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب. طبعا احنا بنصور لكم من داخل معرض كريم للأدوات المنزلية، وللطلبات بتبعتي لي على رقم الواتساب، بتبعتي لي رسالة على رقم 010-19842969. نخش بقى كمان على حاجة كده ميرانو كده، ايه حاجة كده من روائع الزمن الجميل، اللون الازرق الكحلي بمعنى اصح، اللون ده انا بحبه اوي، نادر اوي 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 لو نزل. ده طقم كاسات 6 قطع ميرانو كريستال شيكي بوهيمي، سوري، ميرانو كريستال ايطالي اصلي، 6 قطع، كمية ذهب رهيبة، شغل ملفت للعين، شغل بارز بجد، تحف. الختمة قدامنا كريستال ايطالي ومختوم ميرانو، شايفين اللون الكحلي بقى مع اللون الذهبي، ايد الكاس كلها ذهب، لا بجد الطقم ده يستاهل ثمنه 100 100، حاجة كده من الاخر، روعة. اللون اصلا مبهج، تحطيه في النيش هيلفت العين، هتحطيه في دلاب الفضيات هيلفت النظر، لا بجد تحفة. والشغل كله بارز زي ما انتوا شايفين كده، كمية الذهب اللي عليه تحفة قوي، ايد الكاسة اهي كلها ذهب زي ما انا قلت لكم، طقم مخدوم صح بجد، الشغل المرانو شغل مميز راقي جدا. ولازم يبقى عندك في دلاب الفضيات او في النيشة حاجات الوان، وما تكون الوان كمان ومع خامة وماركة، يبقى احنا جبنا من الاخر. ودايما انا بقول لازم نجيب الحاجة النظيفة قوي وما نكترش، هاتي الحاجة القيمة، لان مهما قعدت سعرها بيزيد معاكي مش بيقل. شايفة بقى الطقم ده، الطقم ده بسم الله ما شاء الله نسبة المبيعات بتاعته عالية جدا، حلو جدا. طبعا كل مختوم قدامنا وكل قطعة مختومة بوهيمي، شغل بالذهب من كل جهة فيه زي ما احنا شايفين. دي بتبقى 6 كوباية عصير داخل الطقم، دي بتكون هدية داخل الطقم. احنا عندنا الطقم عبارة عن 6 شوب للمية و6 كوباية بالحجم اللي احنا شايفينه ده، هدية داخل الطقم. شايفين الذهب من تحت اهو، حردة الطبق الحده بتاعت الكوبايه ذات نفسها من تحت مختلفه، اخده رسمه، بسم الله ما شاء الله. الطقم هو عباره اصلا عن 6 شوب للميه كريستال تقيل زي ما احنا شايفين كده، حاجه كده رهيبه، ومع 6 كوباية عصير اللي انا وريتها لكم، يبقى اجمالي الطقم 12 قطعه. وقلنا للطلبات بتبعتولي رساله على رقم الواتساب، بتبعتولي رساله على الواتساب والحاجة بتوصل لحد عندكم، او تتفضلي تنوريني داخل المعرض بمحافظة دمياط، منطقة باب الحرس خلف صيدلية الجمهورية، وتستلمي بنفسك الحاجة، هتنورونا وتشرفونا بوجودكم، او تتصلي سوري او تبعتي رسالة على الواتساب والمنتج بيوصل لحد باب بيتك. ده بقى طقم فناجين، فناجين شاي ميرانو كريستال ميرانو، موجود اللون ده اللي هو اللون السماوي، وموجود اللون الكشمير، شايفين الجمال بتاعه، برضه شغل بالذهب. هو الحجم بتاعها يمشي ما بين القهوة وما بين الشاي، اللي هما بيسموه الكوباية الـ50. حاول ان انا اظهر لكم كل حاجة فيه. طبعا الشغل اللي عليه زي ما انتوا شايفين كده بارز، وكله شغل بالذهب، شغل كريستال ايطالي، بيكون عبارة عن 6 مج و6 طبق. الختم قدامنا اهو كريستال ايطالي، ده شكل الطبق بتاعه،
كله شغل بالذهب برضو. نشوف بقى الطقم ده. الطقم ده عبارة عن 13 قطعة، طقم مميز شكله مختلف، حتى الكرورة مختلفة. عبارة عن ايه؟ عبارة عن 6 كوباية مية، شغل طبعا كله ده حفر هند يدوي ومطعم بالبلاتين مع الوردة البارزة. شايفين بقى شكل الكرورة، حاجة كده هادية ورقيقة جدا. ومعهم كمان 6 كوباية عصير، يبقى 6 كوباية عصير، 6 كوباية مية، وكارورة بلاطة، وقلنا شغل كريستال تشيكي بوهيمي، كل قطعة فيه مختومة زي ما احنا شايفين كده. حاولنا ندور لكم برضو على الختم بتاعه منين بالظبط، وهفرجه لكم وتشوفوا كل حاجة على الطبيعة. ده شغل اهو البلاتين، الختم قدامنا ظهر اهو على الجنب من تحت. تمام، دي شكل الكارورة، كلها شغل بالبلاتين مع حفر هند. وقلنا للطلبات بتبعتولنا على رقم الواتساب. وبعدين فين الدعم اللي بتدعموهولي؟ محدش بيعلق بتعليق يشجعنا اكتر واكتر. شايفين قطعة الغطا بتاع الكارورا كريستال بلوري كده، حاجة رهيبة. انا عايزة تعليقات تشجعني ان انا اصور لكم اكتر واكتر. لو في اي حاجة عرفوني، تعليقاتكم دي بتخلينا اصور، تخلينا انزل لكم عروض، وكل حاجة موجودة بفضل الله. استفيدي بيها، لأن الشغل النهاردة موجود، بكرة مش هيكون موجود مع قفل الاستيراد. والحاجات دي كلها شغل مستورد، شغل خامات نظيفة جدا. ميزي نفسك وخلي عندك منتجات نظيفة. وقلنا كتير جدا بلاش نجيب أعداد كتير، ولكن هاتي أعداد قليلة بس حاجات قيمة تستاهل تكون جوه نيشتك. مهما قعدت عمرها ما تبطل ابدا، بل بالعكس اي كريستال مهما قعد قيمته بتزيد وتمنه بيزيد وفخامته بتزيد معانا. ندخل بقى على ده،